ربي حسن هلقيك الطلب غادي وتسنح الشمت هان غيدا فلا غيتا وكتاب غيدا غران ميقير دينا يختي نربي إليك نور اللي سكي تقل. عبد الرزاق زيتوني مخرج اليوم في اطار فعاليات مهرجان تيميتار يعني كنشتغلوا على واحد النص مسرحي للكاتب الفرنسي للاصول المغربيه رشيد بن زين العنوان ديالو رسائل نور يعني ليتر انور اللي ترجم لاول مره هذه سابقه في العالم وهي اون بروميير في اكادير في اطار تيميتار ترجم للامازيغيه دونك مسرحيه اللي كتناول موضوع مهم بالنسبه للساعه لانه كيهضر على الارهاب وكيهضر على الناس اللي كيلتحقوا بالجيش ديال الدوله الاسلاميه داعش في سوريا. المسرحيه كتدور الاحداث ديالها بين واحد الاب وواحد البنت ديالته واحد الاب استاذ جامعي انسان متنور يعني اللي بريسك فيلسوف وربى بنته على هذوك القيم ديال التنوير وديال يعني التسامح ولكن كيكتشف بان بنته مشات باش التحقت بالزوج ديالها اللي هو مع داعش في سوريا بالفلوجه وهنا كيكون واحد الحوار مهم ما بين الاب والبنت ديالو لانه كيحاول يقنعها باش ترجع للديار ديالها وهي بنفس الوقت تقنعه من خلال الحوار ديالها باش يجي عندها الفلوجه دونك كاين هناك واحد الحوار مهم ديال جوج ديال الاجيال الجيل ديال الاب وديال البنت من خلال النظره او المنظومه الفكريه ديال اي واحد فيهم الاب اللي شيء ما هو متنور انسان اللي مامن ولكن متنور جدا والبنت اللي من بعد هذيك الحياه اللي عاشتها كفتاه يعني في علاقه يعني ود وامان وتنور مع لانها حتى هي قرات مع اب ديالها كتوجد في واحد الاطار ديال فكر ارهابي داعشي بسوريا. اذا حاولنا من حيث الاخراج ديالنا ان نشتغلوا مع ممثلين امازيغ ديال المنطقه مع موسيقيين ايضا محترفين ديال المنطقه وراقصين مغاربه وفرنسيين من اجل الاشتغال على النص لاول مره اللي كيترجم في الامازيغيه وكنظن بان تيميتار اعطى الفرصه لهاد يعني لهاد المبدعين كما كيجي دائما في اطار فعاليه الانشطه الموازيه لتيميتار انه ديما كاين دو تياتر والمسرح مهم جدا كنظن بان تيميتار هو يعني يعني الموسيقى ديال الامازيغيه اللي كترحب بموسيقى العالم ولكن في نفس الوقت هناك انشطه بحال المسرح اللي كتمزج ما بين فنون الرقص فنون المسرح فنون يعني الموسيقى وهذا مهم جدا بالنسبه يعني للساكنه ومهم ايضا بالنسبه لفلسفه تيميتار في البعد ديالها الدوله الاسلاميه تسوت زوج الاعلام من برا تخاتي سنو مزنا وصل يور لي زري سحيقت يا لا ني ماغن مش ولا ون زوار نفسي ما عندك الصدات هادي داك الدروس في اللجا كلهم يدنا ركبتين ديال امريكان اللي رزنا القلب ولا خدو الزوم من السوق 1991 حي ممثله اليوم كنتواجدوا في لي ريبيتيسيون ديال المسرحيات رسائل نور اللي هي اقتباس من كتاب الكاتب مغربي فرنسي المخرج لهذه المسرحيه هو السي عبد الرزاق الزيتوني تقدم لي هذا الدور هذا يعني دور ديال نور واحد الفتاه اللي تربت في فرنسا اللي كبرت مع الاب ديالها اللي علمها الفلسفه ويعني فتاه شابه واعيه مثقفه كتمشي لمدينه الفلوجه في العراق يعني عند داعش الحرب لا غير وهذا وما بلا خبر الاب ديالها كتصيفط ليه اول رساله كتخبروا انها مشات للفلوجه وتزوجت تما ويعني يعني مسرحيه عباره عن رسائل يعني الرسائل كنصيفطها للاب ديالي وكيصيفط ليا يعني كيكون واحد تجاوب بيناتنا وسواء يعني في المعلومات وفي الاحداث اللي كيوقعوا عندي يعني كيحاول انه يحل لي عينيا على ان داعش راه يعني كيف ما معروف هما يعني كيرفعوا العلم الاسود كما كنقولوا الموت والدم وداك الشيء وانا ما كنبغيش نشوف ديك الحقيقه مي في الاخر غادي نكتشف داك الشيء كامل كيقول الاب ديالي وغادي ندم على الاختيار ديالي وغنضطر انني ندير واحد العمليه انتحاريه اللي غادي يموتوا فيها ابرياء وغنصيفط ليه البنت ديالي مع يعني مع الناس اللي باش تكون معاه في امان وهذه هي المسرحيه نورني عزال اللي سريقين خاصه تفرخ طول الصيف اركم التاريخ اركم التاريخ اركم التاريخ اش غيس قنعت النخ تشتم غيخفا ونخ اش كي تنسف الدولة ونخ
إيش قواني زدين دا عقلي أنا يا دمشي قنت هذا كل رسول دي عواقلنا وين ريت الدولة الإسلامية اللي كانت تمرد الفرح وقدود وين ريتيني ما زبرونا غير مسل على مسكان غير ناغي يكسر الإرهاب وردي فوتنا ربي اللي نينور وانت يا أحمد في البداية كنشكر الجريدة ديال سوزمان كاتر اللي عطاتني هذه الفرصة باش نتكلم على الدور ديالي كأب في مسرحية ليتر بور نو اللي هذا الأب هذا اللي كان كيتمنى الأمل الكبير والوحيد في الفتاة ديالو قراها مزيان علمها الفلسفة وعلمها في أصول الدين في أصول الإسلام فإذا بها هي كتكذب عليه وكتقول لي هاني في احد الايام كتمشي كتقول لي هاني مشيت عند خالتي وهي راه مشات للعراق التحقت بواحد السيد غر بها وصف لي هذاك المكان ديال العراق كانه راه الجنه وهذاك هو الامل الكبير وهذيك هي المكان اللي خص تكون فيها هي امنت بالافكار ديالو وبعد ما كان كتصل به عبر الانترنت سؤال جواب الى حين انه استطاع باش يوقع في الفخ بدون علم الاب فاذا بي واحد النهار كنتسنى بعد مده طويله فاذا بي في احد الايام كنتصل بالرساله الاولى وكتقول لي بنتي راه انا في العراق بلد التفاؤل بلد الفرح بلد يعني الحقيقه انا ما كنامنش بالفكر الجهادي وهي امنت بالفكر الجهادي وكيبقى داك الحوار بينه وبينها كنحاول نقنعها لان تماك هذوك راه قتله ديال الاطفال وقتله ديال النساء وخداو الدين ديالهم كيختلف على الدين ديالنا التعامل ديالهم كيختلف على التعامل ديالنا هي ايضا كتدافع على دوك الناس ديال الجهاديين هما الاولياء هما اللي كيعرفوا هما اللي كيمتوا الديانه الاسلاميه وهما كل شيء بدا سؤال جواب رساله تبع الاخرى حتى الرساله 13 كانت توصل بلي انها راه كتصيفط لي بنتها جهاد اللي ولدتها مع احد القاده الجهاديين اللي كينتميو لداعش كانت توصل بالبنت ديالها وكانت توصل بالرساله كنقرا الرساله كنتفاجئ بلي قالت كتقول لي فيها بلي انه راه مجرد غتوصلك هذه الرساله راني انتهيت من الحياه انتهيت من الدنيا انفجرت كتقول لي فيها بلي انفجرت في سوق بغداد والراجل ديالها هو اللي فرض عليها باش تقوم بهذه العمليه الانتحاريه باش يلبي الدعوه الاسلاميه هي حاولت باش ما تنفجرش قدام الناس مشات لواحد السوق خاوي وانفجرت به على اساس انه تنجي بنتها من الموت مستحق وكنقول لها راه فعلا انت راه ما عليك والو رغم ان البؤس واليتم اللي بيا والحنان اللي كنتمنى في ديك الفتاة بديت كنصبر على انك انت من الجنه ومن الناس اللي يعني اللي غادي يمشيوا للجنه وراهي ان شاء الله غادي نجمعوا فيها كاملين وديك البنت غادي كتبقى سؤال لمن الجواب اللي كتبقى عندي في الدار نربيها على يدي يا ترى واش غادي تتبع نفس المسار اللي تبعت امها ولا غادي تتبع الحياه ديالي كيفاش كنبغيها حنا نعيشوها شكرا.